أخبار اليوم. أخبار اليوم سعداء النهاردة بتشريف سيد السفير هنادي باهي سفير أوكرانيا في القاهرة. أوكرانيا من البلاد الصديقة لمصر ومحببة لقلوب كل المصريين. يمكن حضراتكم اللي راح للأماكن السياحية في مصر كتير جدا هيلاقي العدد كبير والسياحة الأوكرانية نشطة في مصر الحمد لله. ونتعشم ان الفتره اللي جايه ان شاء الله تزداد السياحه الاوكرانيه لمصر خاصه في ظل هذه الظروف. احنا سعداء بتشريفه معانا، سعداء بتشريف الاخ فولو ديمتر سكرتير اول السفاره والاخ روسلان شالي المستشار الاقتصادي. اهلا بهم في اخبار اليوم. اخبار اليوم صحيفه الشعب المصري الاولى، الصحيفة الشعبية الأولى في مصر تتربع على عرش الصحافة المصرية الحمد لله. صحيفة الأخبار وصحف أخبار اليوم تحتل المركز الأول على مستوى الصحافة المصرية. الكلمة الأول لسعادة السفير. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا. أنا ما فكرتش أن ستكون كل شيء هذه التكلفة، أنا فكرت سأمكي جيدة، سأكون بعض المراسلين وسأتكلم معهم، لكن قبل كل شيء تشاركوني، أنا مسرور جدا بشوفكم هنا، فنقول لكم من عمق القلب أن إحنا كممثلي سفارة أوكرانيا وممثلي دولة أوكرانيا هنا في مصر مفتوحين للتكلم عن التعاون الأوكراني المصري في مجال التعليم أو في أي مجال مع آخر. أخذ بعين الاعتبار أن من وجهة نظر أوكرانيا ما فيش أهم دولة في منطقة شمال إفريقيا و وفي المنطقة العربية إلا مصر. لابد من القول أن في مثلا بالنسبة لأوكرانيا في الاقتصاد في التجارة مثلا إذا كان نحط في من وجهة واحد ما عندنا مع مصر وفي من وجهة تانية ما عندنا مع كل إفريقيا تانية ستكون 50% و50%. مثلا في سنة 2015 التعاون التجاري بين أوكرانيا ومصر كان هنا، حتى عندما نتكلم مع زملائنا في بعض الوزارات هم يستغربوا على مستوى 2 مليار دولار. ده زي ما عند مصر عنده مع بعض دول بتاع أوروبا الغربية، لكن ده حسب رأينا مش كافي على خاطر بالمقارنة مع سنة 2014 انخفض هذا الدعم. في سنة 2014 كان على مستوى 3 مليار دولار، مليار. يعني عندنا في كل الإمكانيات لكي نمشي إلى الأمام في كل المجالات، في المجال التجاري، الاجتماعي، السياسي، الثقافي، برضو في مجال التعليم العالي. في مجال التعليم العالي أنتوا تعرفوا مش أقل مني أكيد أن في أوكرانيا في حوالي 300 جامعة في كل المدن الأوكرانية، وفي أكبر المدن الأوكرانية زي العاصمة كييف ومدينة جميلة جدا ليف ديمبروبيتروفس وخاركوف وأوديسا وفينيتسا والمدن الأخرى. اليوم في
اوكرانيا عملوا دراسه بتاعهم اكثر من تعملوا في هذا الوقت يعني بالضبط يعني تعملوا الدراسه بتاعهم اكثر من 1100 طالب مصري في سنه 2015 دخلوا اوكرانيا حوالي 600 طالب مصري بديلية. فالسفارة سفارة تكون البوابة المفتوحة، فإذا كان في رغبة في القيام بدراسة في الجامعات الأوكرانية اللي هي دلوقتي على مستوى الأوروبي الحديث، فأهلا وسهلا بكم. احنا بس قبل ما نبدا الاسئله في كلمه تفضل. بالنسبه للسواحل الاوكرانيه انا سنواصل شويه. اوكرانيا هي بين عدد صغير من الدول الاوروبيه اللي ما غيرتش السياسه، ممكن نقول السياسه السياحيه بتاعها بعد ما تم مع الطائره الروسيه. السواحل الاوكران اللي كانوا يجوا لمصر مستمر يعني يستمروا يجوا لمصر، فان شاء الله سيجوا لمصر. اذا كان ناخذ مثلا شرم الشيخ، فما فيش دوله اخرى اللي ترسل عدد السواح الى شرم الشيخ اكثر من اوكرانيا. امس الاجنده مانا نشرت المعلومات ان بين كل الدول بتاع اوروبا الشرقيه، اذا كان ناخذ كل السواح من دول اوروبا الشرقيه، عدد السواح الاوكران فيها اللي يجوا الى مصر، عدد السواح الاوكران بينهم اكثر من 60% دلوقتي في هذه الشهور الاخيره. فسنستمر ذلك على خاطر احنا نحب مصر، مصر دوله جميله جدا، فالاوكران سيستمر يجوا.